مكحول العين العادنا صلوا عليه. هلا هو الواحد بيجي من شغله تعبان وعم بيروح على البيت مثلا ما بيلاقي كهرباء، فبجتمع هو ورفقاته بقضوا وقت حلو بالحمام، بتغسلوا وفيها الحمام مسبح، فيها غرفة ساونا، يعني بحلحل التعب كله بقلب غرفة الساونا، وعندنا جوا مكيس بتكيس بعمل مساج وبطلع لبرا بشرب نفس أرجيلة، وفي عندنا مطرب كمان بتسمع بنبسط، أجواء طربية يعني. عمل كل الطرق المتاحة من الكهرباء، من الحطب، من المازوت، يعني إشو الطرق المتاحة بنستعملها. فأول شغلة، أول خطوة بنأمن على الأولاد وأهل البيت، ونحن باعتبار أنه نحن رجال يعني جسمنا بيتحمل وكذا، فمي فاترة بعض الأحيان بمشي الحال من باب أنه صب الدوش مثل ما بيقولوا بالعامية الحلبية. عبارة هي عن تسلية، وهي لنتغسل أنا والشباب وأنا أكبرهم سناً، وجايين ننبسط باعتبار شوي الوضع عنا مازوط وغاز ما متوفر، والوضع شوي بالنسبة للتدفئة سيئ.